بداية أستاذ، ما هي المواقع التي ستفرض الطيران الحربي بشكل شبه يومي في بلدة عين ترمة؟ الطيران الحربي التابع للنظام يستهدف بلدة عين ترمة بجميع أحيائها دون استثناء، يعني لا يعني يستهدف المدني والعسكري، ويستهدف المساجد، يستهدف المدارس، لا يعني الطيار يلقي الحمل دون أي تحديد لموقع معين. من هي الفصائل المتواجدة في بلدة عين ترمة؟ في بلدة عين ترمة فصيل عسكري واحد هو إحدى تشكيلات الجيش الحر، وهو فيلق الرحمن، وجميع المنتسبين من بلدة عين ترمة هم تابعين لفيلق الرحمن، ونحن ننفي بشدة ما يدعيه النظام من وجود جبهة النصرة على أرض عين ترمة.